ما احتجاجيه السلميه امام القنصليه الايطاليه. احنا جمعيه ديال النقل الدولي كنعانيو بزاف من هذا القطاع. الناس مبغاوش يعطيونا الفيزات، شادين لنا الباسبورات ديالنا. كاين شي فور اللي شادين ليه الباسبور ديالو 6 شهور، كاين اللي شادينو ليه عام كيدفع الدوسي ديالو، كاين اللي واخد 2000 3000 درهم باش كياخذوا الدواسه، ما كيرجعوا لينا والو. الباسبورات ديالنا عندهم ما كيرجعوا لنا حتى شي حاجه. القطاع ديالنا كيعاني لواحد الدرجه اللي بزاف. الاضرار راه عامين ما خدامينش، حتى شي كارما ديما راه عامين دابا، حتى شي كارما ديما راه عامين دابا خويا. اش غنقول لك، راه من خسائر بالملايين والملايير. راه كنقول لك راه شي حاجه اللي كارثيه بزاف. راه كاين راه كثر الشركه ديالنا راه مخدمه اكثر من 40 واحد ولا 50 واحد، كلشي كيعاني، حتى شي واحد ما كيتخلص، حتى شي واحد ما كان. راه حاله كارثيه اخويا. حنا نتوما واقفين اخويا تقريبا، حنا راه واقفين عامين دابا من من مني بدات كورونا، حتى شي كارما ديمارا. شنو هما الاجراءات اللي درتو؟ جينا بلغنا دفعنا الدوسيات ديالنا. كاين شي فور اللي دافع ثلاثه المرات، دافع اربعه، كل دوسي ب 2000 3000 درهم. ما رجعوا، ما كيرجعوا لا فلوس لا والو. وانت راك عارف ملي كيتري في هذا الدوسي ما كيجاوبوكش كاع، ما كيجاوبوكش كاع. كتبقى حتى كيقول لك خويا جي خذ الباسبور ديالك الا بغيتي تجي تاخذو. هذا الشيء اللي كيخسروا عليك. راه كنقول لك، راه كنقول لك راه كاين اكثر من 1000 باسبور اللي عندهم. راه المشكل هي هاد الفلوس هادي ما كيرجعوهاش. راه بنادم ما عندوش، راه بنادم كيموت اصاحبي. هاد المشاكل لقيتو؟ راه بنادم كيموت. كاين الطلب كاين. القنصليات اللي دايرين هاد المشكل هذا. حنا عندنا المشكل حاليا مع القنصليه، وكنترجاو من ناصر بوريطة وزير الخارجيه ديالنا يدير لنا شي حل. نعم، دابا عامين، المده ديال سنتين حتى شي واحد ما خدم، حتى شي كارما ديمارا. الباترونات الله يحسن العوان ديالهم غارقين كريديات، ما كتقدرش تهضر. حتى العامل ما كيقدرش يهضر. عطوكم الرخص؟ الرخص ديالاش؟ الرخص ديال عطوكم الرخص ديال النقل، ولكن كاين الرخص، كاين كلشي، ولكن اللي غادي يسوق هذا الكار هذا باش يوصل هذا لي فواياجور ولا شي حاجه، راه ما كاينش هذا الشيء كاع. راه حتى شي كارما ديما راه عامين دابا، راه الناس كتعاني كتموت. اقسم بالله على شي فور لا شفتو هاد السيمانه كيبكي بنفسي، كيبكي 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 قسما بكي. يقول لك ما عنديش ما ندخل لولادي. راه عرفتي ملي كتوصل للدرجه هذه، راه صافي، راه خاصنا نتعدموا من هاد البلاد هذه. راه بنادم راه عايش التشرد. واش درتوا الاجراءات القانونيه ديالكم؟ شوف، المسطره اللي كنديروا ديما من سنين هادي، كنجيو كندفعوا الدوسي ديالنا كومبلي، كناخذوا الفيزا. هاد العامين هادي ما بغاوش يعطيونا. دابا المده ديال العام كياخذ واحد فيزا وسط 800. نعم، بسبب الوقفه ديالكم اليوم. انا احنا الان بغينا نلفت الانتباه لاهميه حل مشكل التاشيره بالنسبه للسائقين المهنيين، لانه بدون تاشيره ما يقدروش يخرجوا من البلاد، وبالتالي كل شيء متوقف. احنا عندنا، تصوروا الحاله العبثيه، نحن نملك القوانين، لدينا القوانين باش نمشوا على اوروبا، لدينا اتفاقيات مع الاطراف الاوروبيه وخاصه الايطاليه والفرنسيه، ولكننا ليس لدينا التاشيره. ما فائده كل القوانين اذا كنا محرومين من التاشيره؟ والان سائقين بالعشرات واقفين بانتظار ان يصبح لهم تاشيره. ما المشكل؟ نحن لا نهدد احد، لن نلحق الضرر باحد. نريد التاشيره حتى نعمل. طبعا بدون تاشيره الشركات ديالنا ستذهب الى الافلاس، هي الان في حاله شبه مفلسه، واذا لم تحل المشاكل على النقل الدولي للبضائع وحتى المسافرين السلام. ارسلت جهات المسؤوله على هذا الشيء؟ نعم، ارسلت جهات المسؤوله. لا، المسؤوله حقا يعني اللي حابسنا، حابس التاشيره هو جهات اوروبيه، هي فرنسا وايطاليا بشكل اساسي. يعني فرنسا وايطاليا هي اللي حابسه التاشيره. استاذ، واش وضعتوا شي شكايه؟ وضعتوا شي؟ كل شيء درناه بحسب القانون، نحن نعمل في اطار القانون. كل شيء درناه يعني احترمنا فيه القوانين، ونامل الاخوان وعدونا يعطونا جواب اليوم في القنصليه الايطاليه خلال 48 ساعه، ان شاء الله يكون خير. واذا حل المشكل سينتهي كل شيء. شكرا لكم جميعا، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الواحد المستكفي، عضو الجامعه المغربيه للنقل الدولي للمسافرين والبضائع.
حنا كجامعه مغربيه مرخص لها من طرف السلطات، راه عندنا الوصل ديال الذكر عندنا في هذاك، وعاد باش حنا كنا بلغنا السلطات المحليه على هذه الوقفه. هذه الوقفه دايرينها سلميه، حنا ماشي ضد القنصليات باي حاجه باي نوع من المكان. حنا طالبنا الوحيد والرقم واحد هو منح التاشيرات للسائقين، ومتعارف عليه في هذه الحرفه ديالنا حنايا هو ان باش تقوم بهذه المهنه لازم دير شراكات مع شركات اوروبيه كتفرض عندنا وزاره النقل الاوروبيه ووزراء دول شنغن. بالفعل قمنا، ولكن باش السائق يخرج سواء بالشاحنه سواء بالحافله خاص الشيفور خاصو تاشيره. ودو سابق انذار قدمنا بزاف ديال المرات، قدمنا بحصول التاشيره ما كيعطيوناش. جينا هنا باش نطالبوا علاش حبستوا عندنا التاشيره وباش يمحوا التاشيره لهذاك، مع ان هذا السائق ولا هذا الاداري ولا هذا رب الشركه ولا هذا العاملين اللي خدامين في هذه الحرفه كيعولوا عائلات. اذا اولا الحرفه مهدده بالزوال، ثانيا ان السائقين التشرد ديال العائلات ديالهم. هذه الاولى بغيناهم يعطيونا التاشيرات. ثانيا كنحار علاش ملي كيتقدم السائق، تخيل معايا ان السائق كيتقدم بربعه ولا خمسه المرات، وفي كل مره كيأدي مصاريف ديال التاشيره، لا هو خد التاشيره لا هو المصاريف رجعت ليه. نقطه محدده هذه اولا. ثانيا كاين بعض المتطفلين كيجيو عندك هنا كيقول لك انا خدام مع القنصليه وراه غنجيب لك التاشيره. هذه نقطه بغينا نفهموها، ما هو جابنا التاشيره؟ ما هو كيهدم بحال هكا؟ علاش نكونوا معاهم مباشره؟ الخلاصه ديال هادشي كامل يرجعوا لنا التاشيره عطوها الشوافيه، وشكرا.